هو عبد الله بيعمل ايه؟ عبد الله انت بتعمل ايه يا عبد الله؟ بكتب قصة. قصة؟ من امتى انت بقيت عايز تكتب قصة عن ايه؟ لن اعيش في منزل جدتي. نعم. لم تعيش فين؟ في منزل جدتي. ليه هتعمل لي احسان عبد القدوس في لم اعيش في جلباب ابي؟ هو انت تعرف مين اصلا احسان عبد القدوس ده؟ ما بقول لك ايه؟ ما تيجي نتكلم عن احسان عبد القدوس النهارده. ماشي على كافية لن اعيش في جلباب ابي يعني؟ يلا بينا. في جلباب جدتي. يلا بينا. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن شخصية من الشخصيات المصرية المشهورة واللي يعتبر علامة من علامة الأدب العربي واللي لا يقل أهمية عن نجيب محفوظ، شخصية اللي اتكلم عنها النقاد وقالوا عليه أنه بيتحدث عن فساد المجتمع وانغماسه في الرذيلة والبعد عن الأخلاق، شخصية اللي اتكلم عليها النقاد وقالوا عليه صاحب كاتب الكفاح والحب والحرية، إنه يا سادة الكاتب إحسان عبد القدوس. إحسان عبد القدوس ولد في 1 يناير سنة 1919 ووالدته الفنانة والسياسية المشهورة والمعروفة إعلاميا بروزيل يوسف واللي أسست مجلة اسمها روزيل يوسف سنة 1925. والده الفنان والمهندس محمد عبد القدوس. دخل إحسان عبد القدوس مدرسة خليل أغا سنة 1927 وتخرج منها 1931، ثم مدرسة فؤاد الأول سنة 1932 وحتى عام 1937 بكلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1942. إحسان عبد القدوس فشل في أنه يكون محامي وقال ساعتها أنه هو لا يجيد لغة المناقشة والحوار. أقنعته والدته الفنانة والسياسية المعروفة بروزيل يوسف أنه هو يمسك رئيس تحرير مجلتها روزيل يوسف وهو في سن 26 عام. تولى رئاسة تحرير المجلة من سنة 1945 إلى سنة 1964، وبسبب توجهات روزيل يوسف السياسية تم غلق المجلة أكثر من مرة مما أدى إلى استقالة الأديب إحسان عبد القدوس. ثم بعد ذلك عين كرئيس تحرير في مجلة أخبار اليوم سنة 1966، ثم لرئيس مجلس إدارتها سنة 1971 حتى عام 1974. إحسان عبد القدوس له مقالات في جريدة أخبار اليوم واللي كان له توجهات سياسية فيها وبسببها اعتقل أكثر من مرة. إحسان عبد القدوس له أكثر من 600 عمل فني واللي يعتبر سدس أعماله تحولت إلى أفلام ومسلسلات إذاعية ومسلسلات تلفزيونية، كما ترجمت له أكثر من 70 عمل من الفرنسية والألمانية والصينية والأوكرانية. وزي ما قلنا أنه تحدث عن فساد المجتمع وكان ظاهر ساعتها في أعماله الأدبية واللي ترجمت بعد كده الأفلام سينمائية زي فيلم النظارة السوداء واللي تحدث فيها عن فساد المجتمع الطبقي. أثارت روايات إحسان عبد القدوس جدل واسع في الأوساط السياسية والأدبية، حتى أن جمال عبد الناصر الرئيس الراحل اعترض بشدة على رواية شيء في صدري اللي انتجت سنة 1958 ورواية البنات والصيف واللي بعث فيها إحسان عبد القدوس برسالة وقال له انه اصدر هذه الروايات املا في وجود حل لها. اللي ما يعرفش رواية البنات والصيف اللي انتجت سنة 1959 كانت بتتحدث عن ثلاث قصص كان بيتكلم فيهم عن الخيانات الزوجية او القاتل مشبوهة في فترة الاجازة الصيفية. احسان عبد القدوس تربع على عرش الاعمال السينمائية والتلفزيونية ولانه كان كاتب وروائي وسيناريست لم يضاهيه احد الا شخص واحد واللي هو كان الاديب العالمي نجيب محفوظ. إحسان عبد القدوس طلعت أعماله السينمائية وأخرجها قامة من المخرجين المشاهير العظام، وكان من ضمنهم حسام الدين مصطفى وصلاح أبو سيف والمخرج حسين كمال. إحسان عبد القدوس زي ما كانت له خصومة في آرائه السياسية برضو كان له مشاكل في قصصه الروائية، حيث تم تغيير بعض نهايات بعض من قصصه في الإنتاج السينمائي زي فيلم لا أنام وحتى لا يطير الدخان والطريق المسدود. كرم الأديب المصري إحسان عبد القدوس من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس محمد حسني مبارك وأخذ وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى.
وجائزة الدولة التقديرية في الأدب سنة 1989. تم حصوله على جائزة في روايتين وهي دمي ودموعي وابتسامي ورصاصة لا تزال في جيبي سنة 1973. توفي الأديب إحسان عبد القدوس في 12 يناير سنة 1990، وهو تارك إرث ضخم جدا في أعماله التلفزيونية والسينمائية والإذاعية، ما يقرب من 70 عمل، واللي هنعرضه لكم دلوقتي. ونجح في انه يخرج اعماله للعالمية مثل الاديب العالمي نجيب محفوظ. طبعا اذا كنت وصلت لاخر الفيديو ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت، وتنتظرنا في الحلقات اللي جاية. شير ولايك سبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنى عبد الله، احنا ما خلصناش. ايه يا ابني في ايه؟ لازم تعمل لايك وشير اشتركوا كم تمنع معرفة بسيطة. ما عليك تنساش تعمل لايك.